أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة كم مرة قرأناها، كم مرة سمعناها، على أقل التقادير في كل يوم وليلة 10 مرات نقرأ هذه الآية أو المباركة في الصلوات الواجبة، أو نأتم بإمام يقرأ هذه الآية المباركة في صلوات الجماعة. في هذين المقطعين من هذه الآية الأخيرة من سورة الحمد، هناك جهات كثيرة طبعا، منها جهتان: جهة اختلاف بين هذين المقطعين، ومن هذا الاختلاف بين التعبير في هذين المقطعين نستفيد استفادة مهمة، والجهة الثانية جهة اشتراك بين هذين المقطعين، ومن هذا الاشتراك نستفيد استفادة أخرى مهمة أيضا. أما الجهة الأولى، جهة الاختلاف بين هذين المقطعين، في المقطع الأول فاعل الفعل معلوم ومذكور، في المقطع الثاني فاعل الفعل غير مذكور. المقطع الأول ما هو؟ صراط الذين أنعمت عليهم. من هو فاعل الإنعام؟ هو الله سبحانه وتعالى. التاء أنعمت، التاء الضمير يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، معلوم، معلوم من المنعم، ومذكور من المنعم، الفاعل معلوم. بخلاف المقطع الثاني، المقطع الثاني غير المغضوب عليهم، من هو فاعل الغضب؟ أولئك مغضوب عليهم، من هو الغضبان؟ غير مذكور. المغضوب عليهم اسم مفعول، بني أساسا لبيان وضع المفعول، أما الفاعل من هو؟ من هو الغضبان؟ غير مذكور.
نأتي إلى المقطع الأول، نقف عند هذين المقطعين. صراط الذين أنعمت أنت يا الله عليهم، من هم المقصود من أنعمت عليهم؟ نأخذ الكلمة على شمولها، يعني كل من أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، هذا غير عقلائي بل غير ممكن. كل المخلوقات أنعم الله سبحانه وتعالى عليها، نطلب أن نسير على صراط كل المخلوقات؟ هذا معقول أصلا؟ هذا طلب عقلائي؟ لا. هذا طلب ممكن أصلا؟ لا. الله سبحانه وتعالى أنعم على إبليس وأنعم على جبرائيل، أنعم على فرعون وأنعم على موسى، أنعم على أبي سفيان وأنعم على رسول الله، أنعم على معاوية وأنعم على أمير المؤمنين، أنعم على يزيد وأنعم على سيد الشهداء. نطلب من الله أن يهدينا الصراط كل من أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم؟ هذا غير ممكن أصلا. نسير بسيرة يزيد أم نسير بسيرة سيد الشهداء؟ إذن المقصود ليس كل من أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، من المقصود؟ كل البشر، كل الجن، كل الملائكة، الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، من المقصود من أنعمت عليهم؟ بقرينة المقابلة، وهذه القرينة ستتضح إن شاء الله، وبضميمة النصوص الشريفة المفسرة للآيات القرآنية، نقول أن المقصود من أنعمت أنت يا الله عليهم هم الذين أنعم الله عليهم مباشرة، الخلائق الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم، ولكن كل الخلائق الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالنعم بوسائط، كل البشر، الجن، الملائكة، حتى سيد الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام، هناك وسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين الخلائق. الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالوسائط، عبر وسائط كل الخلائق باستثناء عددا قليل، والذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم مباشرة حسب ما يستفاد من النصوص الشريفة هم فقط وفقط أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليه. الله عز وجل أنعم على تلك الأنوار بالوجود، أوجدها، أنعم عليها بالنعم، نعمة القدرة، نعمة الحكمة، نعمة العلم، أنعم على هذه الأنوار بالنعم. من الواسطة كان بين الله سبحانه وتعالى وبين هذه الأنوار؟ أصلاً في ذلك الحين لم يكن واسطة، لم يكن مخلوق ثاني أصلاً، حتى يكون مخلوق ثاني هو الواسطة، كانت الملائكة؟ لا. كانت السماوات؟ لا. كان مخلوق آخر؟ لا. أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، ما كانت وسائط أصلا، ما كانت مخلوقات ثانية، الله عز وجل أنعم عليها مباشرة. صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم مباشرة بقرينة المقابلة للمقطع الثاني. المقطع الثاني غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم هؤلاء، من الغضبان؟
قد يقال واضح الغضبان هو الله عز وجل، الله غضب عليهم. لا، الغضبان حقيقة ليس هو الله سبحانه وتعالى. الصفات المتغيرة، هذا جزء عقيدتنا، وعندنا أدلة نصوص شريفة، أدلة عقلية أصلا. المتغيرات لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى، لا يوجد تغير في الله سبحانه وتعالى أبدا. المتغير هو المخلوق. كل الصفات المتغيرة، هذا يسمى، هذا يعتبر من صفات الجلال، الأمور التي لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى. الله جسم؟ لا، ليس جسما. الله فقير؟ لا، ليس فقيرا. الله ليس محلا للحوادث، حوادث يعني أمور حادثة. الذي هو محل الأمور الحادثة المتغيرة هو المخلوق. الله لا يتصف بالمتغيرات، لا يمكن أن يتصف، هذا معناه أنه يكون مخلوقا والعياذ بالله. أنا المخلوق أتغير، عندي صفات تتغير فيي، الآن مسرور بعد ساعة حزين، الآن غضبان بعد ساعة راضي. هذه الصفات لا تعتري، لا يتصف بها الله سبحانه وتعالى. الله لا يغضب كما أنا أغضب، الله لا يكره كما أنا أكره، الله لا يحب كما أنا أحب، هذه متغيرات. إذن الآيات القرآنية الكثيرة التي نسبت هذه الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا نصنع بها؟ غضب الله عليهم، الغضب من المتغيرات، الآية نسبت الغضب إلى الله سبحانه وتعالى. كره الله بعاثهم، الكره من المتغيرات. كيف الله عز وجل؟ القرآن الكريم نسب الكره إلى الله، كره الله. إن الله يحب المحسنين، الحب من المتغيرات. وقس على ذلك آيات قرآنية بالعشرات بالمئات، نصوص شريفة، أحاديث شريفة بالمئات لعلها بالآلاف، نسبت هذه المتغيرات إلى الله سبحانه وتعالى. كيف؟ الله لا يتغير نهائيا. هذه الحالات، يكره يحب، يغضب لا يغضب، يرضى، هذه الصفات لا تعتري على الله عز وجل. إذن هذه النصوص الشريفة ماذا نصنع بها؟ نص واحد، اثنين، ثلاثة، عشرة، مئة، بالمئات من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. الجواب على ذلك، هذه النصوص الشريفة كلها لها تفاسير عديدة، من جملة التفاسير التي وردت في الروايات الشريفة أن الله سبحانه وتعالى خلق أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما ينسب إليها نسبها إلى نفسه. يعني ماذا؟ يعني فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تغضب على شخص، هذا الغضب الله عز وجل ينسبه إلى نفسه، بنص الحديث المتواتر إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. القضية غضب فاطمة، فاطمة غضبت، الله يعتبر هذا الغضب كأنه هو غضبان، هو لا يغضب، هو لا يرضى، ولكن غضب فاطمة غضب الله، رضا فاطمة رضا الله. رسول الله صلى الله عليه وآله كره انبعاث أولئك، هذا الكره الله عز وجل نسبه إلى نفسه، قال كره الله انبعاثهم، هو رسول الله كره، كراهة رسول الله الله عز وجل اعتبرها كراهته. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يحبون المحسنين، الله عز وجل هذا الحب الذي هو لأهل البيت نسبه إلى نفسه، قال إن الله يحب المحسنين. هو الله ليس محلا للحوادث أصلا، لا يمكن أن يكون محلا للحوادث، ولكن الأمور التي نسبت إلى أهل البيت، التي كانت تجاه أهل البيت منهم إليهم نحوهم، هذه الأمور نسبها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. الله يظلم؟ يتمكن أحد أن يظلم الله؟ حاشا لله.
إذن ما هو معنى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون؟ أصلا ممكن واحد يظلم الله؟ لا، ما ظلمونا يعني ماذا؟ يعني هؤلاء الذين ظلموا أهل البيت لا يتصورون أنهم ظلمونا، ظلموا أنفسهم، أهل البيت ما خسروا شيئا. لاحظوا، ينسب الله سبحانه وتعالى هذا الشيء إلى نفسه، يقول وما ظلمونا. وهكذا كل المتغيرات الموجودة في الآيات القرآنية في الأحاديث الشريفة إحدى تفاسيرها الشاملة لكلها أن الأمور التي نسبت إلى أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الله الأمور المتغيرة الله عز وجل نسبها إلى نفسه. لماذا؟ لأن قلوبهم كما في الحديث الشريف أوعية لمشيئة الله. اللهم صل على محمد. هؤلاء لهم ارتباط غير ارتباط كل الخلائق بالله سبحانه وتعالى، ارتباط ثاني، كل شيء مرتبط بهم مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فنسب ما ينسب إليهم نسبها إلى نفسه. نأتي إلى هذه الآية المباركة، غير المغضوب عليهم. الله عز وجل كان يتمكن أن يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم، كان ممكن؟ لا، الله عز وجل قال غير المغضوب عليهم، ما نسبه إلى نفسه. من المغضوب عليهم؟ أولئك. من الغضبان؟ هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. غضب أهل البيت هذا غضب، خلاص. هذه الجهة الأولى، جهة الاختلاف بين التعبيرين في هذين المقطعين. الجهة الثانية جهة اشتراك بين هذين المقطعين. جهة الاشتراك ما هي؟ جهة الاشتراك حذف المتعلق. متعلق أنعمت محذوف، متعلق مغضوب عليهم محذوف، صراط الذين أنعمت عليهم بأية نعمة غير مذكور. أنعمت عليهم بنعمة المال، أنعمت عليهم بنعمة العقل، أنعمت عليهم بنعمة الهداية، أنعمت عليهم بنعمة العمر، أنعمت عليهم بأية نعمة محذوف. غير المغضوب عليهم، مغضوب عليهم في أي فعلهم محذوف. هناك قاعدة، حذف المتعلق يفيد العموم، يفيد الشمول. يعني ماذا؟ يعني هذا التعبير، هذا المقطع، صراط الذين أنعمت عليهم، لأن المتعلق متعلق النعمة، متعلق الإنعام محذوف غير معلوم، غير عفوا غير مذكور، حذفه يفيد العموم والشمول. معنى ذلك صراط الذين أنعمت عليهم يعني صراط الذين أنعمت عليهم بجميع النعم. أسألكم، هل يوجد مخلوق الله عز وجل أنعم عليه بكل النعم؟ لا، الله عز وجل أنعم على المخلوقات بمليارات مليارات النعم، ولكن كل النعم لا. يوجد مخلوق عنده كل النعم؟ كل مخلوق عنده مجموعة كبيرة من النعم، ما كل النعم لا. يوجد استثناء لهذا القانون، لهذه القاعدة الكلية؟ نعم، الله عز وجل ما جمع النعم كلها لأحد من الخلائق إلا لمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام عجيب. الله أعطى كل النعم لرسول الله. أين؟ من النعم أن يعمر الإنسان 70 سنة، النبي عمر 70 سنة؟ لا. من النعم مثلا، هذه نعمة، أن يكون طول الإنسان إلى القمر، رسول الله صلى الله عليه وآله كان طوله إلى القمر؟ لا. كان يتمكن أن يأخذ القمر بيده؟ لا.
من النعم أن الإنسان يحكم كل الكرة الأرضية. رسول الله صلى الله عليه وآله حكم كل الكرة الأرضية؟ لا. كيف نقول أن الله عز وجل أنعم على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بكل النعم؟ الجواب على ذلك أذكر لكم مثالا حتى يتضح الجواب. أنت عندك أموال كبيرة، تجمع كل أموالك في رصيد في بنك، في حساب في بنك، كل أموالك هنا، لا تملك غير هذه الأموال، ثم تعطي دفتر الصكوك التشيكات لهذا الرصيد لهذا الحساب لابنك، افعل ما شئت خذ ما شئت، معنى ذلك أنك أعطيت كل أموالك لابنك، صحيح أم لا؟ لعل ابنك ما سحب ولا دينار من هذا الحساب، ولكن أنت أعطيته، لأن كل الأموال هنا وأنت أعطيت مفتاح كل الأموال لابنك، دفتر شيكات، كأنك أعطيت كل أموالك لابنك. الله سبحانه وتعالى جمع كل قدرات كل الكون لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. معنى ذلك أن الله عز وجل أنعم عليهم بكل النعم. رسول الله صلى الله عليه وآله ما عمر 70 سنة، كان يتمكن أن يعمر 70 سنة، إذا كان يشاء كان يعمر 70 سنة. رسول الله صلى الله عليه وآله طوله ما كان إلى القمر، لو شاء كان طوله يكون إلى القمر، هو ما شاء. رسول الله صلى الله عليه وآله ما حكم الكرة الأرضية، لو شاء كان يحكم الكرة الأرضية، القدرات موجودة عنده. أنت يا رسول الله اصنع ما شئت. إذا أعطى القدرات كلها لشخص، معنى ذلك أن الله عز وجل أنعم على ذلك الشخص بكل النعم، لأن كل القدرات عنده. ما الذي تريد؟ خذ. هو رسول الله صلى الله عليه وآله بحكمته، لأن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء، لا يشاء الشيء غير الصحيح، شاء الشيء الصحيح. خلاص. صراط الذين أنعمت عليهم، حذف المتعلق يفيد العموم، يعني صراط الذين أنعمت عليهم بكل النعم. وهذا لم يكن لأحد من الخلائق، لا أقول من لأحد من البشر فقط، لم يكن لأحد من الخلائق إلا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. المقطع الثاني أيضا نفس هذا القانون يشمله. المقطع الثاني ما هو؟ غير المغضوب عليهم. في أي شيء مغضوب عليهم هؤلاء؟ ما ذكر، المتعلق حذف. معنى ذلك غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم في كل شيء، يعني مغضوب عليهم في كيانهم، مغضوب عليهم في صفاتهم، مغضوب عليهم في أعمالهم، مغضوب عليهم في كل شيء. يعني هؤلاء المغضوب عليهم عندما كانوا يذكرون الله عز وجل، هو هذا الذكر هو غضب جديد عليهم. عندما كانوا يقولون الله أكبر، عندما كانوا يصلون، عندما كانوا يقرؤون القرآن، نصوص ونصوص شريفة في مصادر الفريقين، في مصادر الشيعة وغير الشيعة، تدل على أن هؤلاء مغضوب عليهم في كل أفعالهم. رب تال للقرآن، تلاوة القرآن شيء محبوب؟ لا، من هذا ليس محبوبا. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. في حديث قدسي، الآن لا أتذكر نص الحديث الشريف، في حديث قدسي الله عز وجل يخاطب أحد الأنبياء يقول قل لهؤلاء لا يذكروني، لأنهم عندما يذكروني، مضمون الرواية الشريفة، مضمون الحديث القدسي، لأنهم عندما يذكروني ألعنهم. هو يقول يا الله، الله يلعنه. هو يقول لبيك اللهم لبيك. لاحظوا الرواية الشريفة، لا أريد أن أذكر نص الرواية الشريفة، تعبير عجيب في الرواية الشريفة. هو يذكر اسم الله، هذا الشيء الذي يذكره، يذكر اسم الله، يقول لبيك اللهم، لابس ثوبي الإحرام في الحاج، هو هذا مبغوض، مبغوض بغض شديد. لا أريد أن أذكر الرواية، أبغض من كذا. الآية القرآنية تقول هذا الشيء، غير المغضوب عليهم، كل شيء منهم مغضوب عليهم.
على الأقل في اليوم والليلة 10 مرات نقرأ هذه الآية المباركة ونسمعها، يقرأها عنا إمام الجماعة في صلوات الجماعة التي نشترك، أو نحن نقرأ في صلوات الفراتة. ننتبه إلى هذه المعاني. الانتباه مرحلة، نسعى. لاحظوا إخواني هذا شيء عجيب، الدعاء الطلب، الطلب من الله سبحانه وتعالى مستحب، أليس كذلك؟ لا، هذا الطلب بالذات من بين كل أدعيتنا، أدعيتنا كلها مستحبة عادة، يعني الدعاء مستحب من المستحبات، هذا الدعاء بالذات واجب، وليس واجبا في العمر مرة، وليس واجبا في اليوم مرة، لا، واجب في كل يوم وليلة على الأقل، واجب علي أن أدعو أطلب هذا الطلب من الله عز وجل على الأقل 10 مرات، أنا أطلب أو إمام الجماعة يطلب عني. اهدنا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واجب باليوم، واجب يعني ماذا؟ يعني هذا الدعاء بالذات من بين كل الأدعية، هذا الدعاء لنفسي طبعا، هناك أدعية للآخرين، أدعية لأنفسنا، هذا الدعاء لأنفسنا لا نستغني، الواجب معناه هذا لا نستغني عنه، لا يمكن الاستغناء عن هذا الطلب، هذا معنى الواجب. السورة الثانية أقرأ أي سورة ثانية، ولكن سورة الحمد واجب أن تقرأها في كل صلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، واجب تدعو هذا الدعاء، واجب تطلبه من الله عز وجل على الأقل في كل يوم وليلة 10 مرات أو أكثر إذا صليت صلوات مستحب أو قرأت سورة الحمد في غير الصلاة، يعني باستمرار أطلب إلهي أنا أريد أن أكون على صراط هؤلاء لا على صراط أولئك. صراط الذين، اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، صراط محمد وآل محمد صلوات الله عليه وصل على محمد وآل محمد، غير المغضوب عليهم، هؤلاء الذين كل وجودهم كل صفاتهم كل أعمالهم مغضوب عليها ولا الضالين. هذه الأيام هذا دعاء، وهذا الدعاء شيء ضروري واجب، ولكن السعي لتحقيق هذا الدعاء أيضا ضروري أم لا؟ نعم ضروري، البعض يقرأ هذا الدعاء ولكن هو من المغضوب عليه، يقرأون أم لا؟ يقرأون. يزيد أيضا كان يقرأ هذا الدعاء، أحيانا كان يصلي أمام الناس لعله في صلواته أمام الناس لعله كان يقرأ، هو من المغضوب عليهم أم لا؟ من أظهر مصادق المغضوب عليه. القراءة طلب هذا الدعاء طلب حقيقي، شيء السعي لتحقيق، السعي وراء الحصول على هذا الشيء هذا موضوع آخر. هذه الأيام من الفرص الثمينة، من الفرص الكبرى لتحصيل هذا الشيء أيام زيارة 40، الذي يوفق الذي لا يوفق أن يذهب هناك من بعيد يزور، الذي يوفق للخدمة الذي لا يوفق للخدمة من قرب من بعيد يخدم، هذه فرصة، فرصة للارتباط بهؤلاء الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم مباشرة، وأنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بكل النعم، الارتباط بهؤلاء حتى أكون على هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الشعائر الحسينية المقدسة وهي بالمئات كثيرة، الأمور المشيرة إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة جدا جدا، قبل 200 عام، قبل 300 عام، قبل 500 عام، 90% من هذه الشعائر الحسينية المقدسة ما كانت بهذه الصورة، ما كانت، كانت لافتات تكتب عليها يا حسين، لا، كانت أعلام بهذه الصورة، لا، بهذه الصورة، كانت مجالس بهذه الصورة، لا،
كانت قنوات فضائية تبث اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، مظلومية الإمام سيد الشهداء لا. كثير من الشعائر الحسينية ما كانت شيئا فشيئا، شخص فكر، كان صاحب إبداع، صاحب فكر وقاد، أبدع طريقة جديدة للإشارة إلى المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ثم انتشرت انتشارا كبيرا وسريعا. هذه من خصائص قضايا سيد الشهداء، جدا سريعة وجدا انتشار كبير. أنا أتذكر، القضية ليست قديمة، هذه الأضوية الحمر التي توضع الليلة الحادية عشرة من المحرم، ما كانت بهذا الانتشار، ما كانت شيء قليل، كان في إحدى السنوات أتذكر تفاصيلها، حكومة من الحكومات منعت مجموعة من المظاهر الحسينية في تلك السنة. أحد مراجع التقليد الكبار السيد العام رضوان الله تعالى عليه المرجع الراحل اقترح، شجع المؤمنين بدل تلك الشعائر الممنوعة اصنعوا هذا الشيء، تريدون أن تشيروا إلى سيد الشهداء، إلى مظلومية سيد الشهداء، الليلة الحادية عشرة من المحرم اجعلوا أضوية حمر، كل واحد على باب داره، باب محله، كل مكان عنده يرتبط به يتمكن، اجعلوا أضوية حمر. أنا أتذكر في تلك السنة أشيع هذا الشيء في مدينة قم المقدسة بشكل كبير، وخلال سنوات قلائل الآن في شرق الأرض وغربها هذا المظهر موجود. تفكير، تشجيع، صار ببركات المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. أنت أيضا فكر، القضية ما كانت خاصة بذلك المرجع، أنت فكر، خطط، رتب شيئا مشيرا إلى سيد الشهداء بطريقة إبداعية جديدة، تتمكن أن تصنع. والأثر له الآن هو متنعم ببركات المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام إن شاء الله في عالم البرزخ. أنت أيضا أصنع شيئا تكون متنعما في الدنيا قبل البرزخ، في الدنيا تكون متنعما ببركاتي. سيد الشهداء يحتاجني، الذي الله عز وجل يقول عنه وعن رسول الله وعن أمير المؤمنين عن أهل البيت، يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، الله عز وجل أعطاه كل شيء، يحتاج إلى أعمالي أنا؟ لا، أنا أحتاجه، الفائدة عاد لي، هو كل شيء، نص القرآن الكريم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل شيء عنده. هذا الذي أقول أنعم الله عز وجل عليهم بكل النعم، هذا في القرآن مذكور. أنا أتنعم بلطفه أي طريقة. في الدنيا أتنعم عليه بلطفه، في البرزخ وقبل البرزخ، في الساعات الأخيرة من حياتي، في ساعة الانتقال من هذا العالم إلى العالم الآخر، أنا الربحان، أنا الرابح ببركات المولى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. السيد العام الراحل المرجع الراحل رضوان الله تعالى عليه كان ينقل عن جدته أم والده المرحوم المرزا مهدي رضوان الله تعالى عليه، كانت امرأة صالحة متدينة وكانت حسينية جدا، كل شيعي حسيني، يوجد شيعي لا يعشق الإمام الحسين؟ لا، كل شيعي يعشقون سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، اسم الإمام الحسين معشوق. ولكن هذا الحب للمولى سيد الشهداء، هذا التفاني في خدمة اسمه الشريف، هذا درجات، شخص في درجة، شخص في درجة أعلى، شخص في درجة أعلى، درجات كثيرة. هذه المرأة الصالحة رضوان الله عليها كانت حسينية، لعلها بالنسبة إلى بعض الناس، بالنسبة إلى بعض أقرانها، في التفاني لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام كانت بدرجة أعلى منه، وربت أولادها على ذلك.
أواخر أيامها دخلت في حالة غيبوبة، الأيام الأخيرة من حياة الإنسان، حالها حال كثير من الناس في غيبوبة، أيام شهر لا أتذكر يعني الفترة، لعله ما السيد ما ذكر وأنا لا أتذكر، في فترة كانت في غيبوبة، في ساعتها الأخيرة وهي مسجات، فجأة بعد فترة من الإغماء فتحت عينيها مسرورة وتوجهت إلى باب الغرفة، قالت: السلام عليك يا أبا عبد الله. أغمضت عينيها وفاضت روحها. والله تسوى أن الإنسان يتحمل في طريق الإمام سيد الشهداء كل مشاكل الدنيا، لا أقول بعض مشاكل الدنيا، يتحمل كل مشاكل الدنيا في سبيل هذه اللحظة، في تلك اللحظة الصعبة التي هي من أصعب الساعات التي تمر بالإنسان. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت، ثلاث لحظات أصعب اللحظات التي تمر على كل إنسان، عند ولادته الانتقال من عالم إلى عالم، عند موته الانتقال من عالم إلى عالم، عند إحيائه الانتقال من عالم إلى عالم، عالم البرزخ إلى عالم القيامة. الانتقال من عالم إلى عالم هذا أصعب لحظة تمر بالإنسان. في هذه اللحظة الأصعب الإنسان يفتح عينيه يرى نور سيد الشهداء، تسوى أم لا؟ لو تحمل الإنسان كل مشاكل الدنيا تسوى، فكيف ببعض المشاكل؟ شيء من التعب، فلان يتهمني، فلان يؤذيني، خلاص في مقابل هذا الشيء لا يسوى؟ هذه اللحظة التي هي أصعب لحظة تتبدل إلى لحظة سهلة، هذه اللحظة التي يهرب منها الإنسان تتبدل إلى لحظة يتمناها الإنسان، ليست فقط سهلة، هنيئة تصبح، تصبح رائعة لذيذة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحق الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ارزقنا خدمة اسم الإمام الحسين. اللهم بحق هذا المولى الكريم، إلهي بكرمك يا الله لا تفرق بيننا وبين الحسين الوجيه طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا زيارته بحقه، اللهم ارزقنا خدمة اسمه بحقه، اللهم ارزقنا في الدنيا والآخرة شفاعته بحق الحسين. اللهم إنا نسألك بحق الحسين، اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين، اللهم يا رب الحجة بحق الحجة اشف صدر الحجة بظهور الحجة. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.